فأنا بقول الأول يا ترى هل هي كانت أزمة أولويات؟ لا، بس أنا بتكلم كراصد لرأي عام في مصر وقدرته على التحمل بعد فترة صعبة مرت في قبلها ثم في 2011 و12 و13، ويعني ما عندوش أمل وعنده حالة إحباط كبيرة، وكان التفجيرات في كل مكان والناس حاسة إن البلد بتضيع. فأنت كنت عايز تقفز بيهم من الحالة المعنوية وحالة الإحباط وعدم الثقة لحالة تانية. الأمور كانت ماشية كويس بجد لغاية 2020، وكان معدل النمو يعني أكتر من 6%، مش كده يا دكتور؟ وستة في المية مش لفئة لطبقة، لا، أنت بتتكلم لكتلة، الكتلة الغالبة اللي هي الناس اللي احنا بنستهدفها دايما اللي هو الغلبان. انت عايز انت اي حد، اي حكومة، اي مسؤول عينه على مين؟ عينه ابدا مش على الرجل المستور او الاسرة الغنية، لانها تقدر تحل المسألة حتى لو كانت بتعاني شوية. لكن الغلبان ده يطحن في الارض، هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ يصرف ازاي؟ يودي ولاده مدرسة ازاي؟ يأكلهم ازاي؟ يدفع كهرباء ومية ويجيب لبس ازاي لما الدنيا تبقى صعبة كده؟ فالفكرة كلها ما كانتش ابدا ازمة اولويات، لا، الموضوع كان واضح ان لابد ان الدولة دي تتماسك وباسرع ما يمكن. لكن خلي بالكم، لو حليت ازمة الدولار فيك يا مصر ولا يهمني اي حاجة تاني. الازمة دي ايجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا ان احنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل ايه بقى؟ نهائي. يعني المطلوب ان احنا في مدة زمنية قليلة نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر لمعدلات تخلي ان حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس يبقى يكفي الانفاق على هذا الاستيراد.